أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سجد الشخص وأطال السجود ثم رفع الإمام من السجود وجلس. نعم. يقول: إذا سجد الشخص وأطال السجود ثم رفع إمامه من السجود وجلس بين السجدتين ثم نهض المأموم بعد ذلك وقد سجد إمامه السجدة الثانية، هل تبطل هذه الركعة؟ لأن سمعنا أن بعض الأئمة لا يقولون بالبطلان إلا إذا تخلف عن الإمام بركنين اثنين. إذا تعمد التخلف، إذا تعمد حتى دخل الإمام في الركن الثاني، تخلف عن الإمام بركن حتى دخل الإمام بالركن الثاني متعمدا، تبطل صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه. أما إذا ما تعمد هذا الشيء لأنه نايم ناعس أو ما سمع الإمام، ما سمع التكبير ثم نهض وأتى بالجلسة بين السجدتين ثم لحق بالإمام بالسجدة الثانية، فلا بأس، لأنه استدرك ما فاته، وهو معذور لأنه تخلف عنه غير متعمد. نعم.